أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. الرئيس السيسي يعقد 3 لقاءات في مستهل زيارته للمملكة المتحدة. يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 لقاءات هامة خلال اليوم الأول لزيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، والتي بدأت في وقت سابق اليوم والتي تستمر حتى الجمعة القادمة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي سيستهل لقاءاته في لندن بمباحثات مع رئيس مجلس إدارة صندوق أكتس للاستثمار، الذي لديه استثمارات ضخمة في عدد كبير من دول العالم لبحث المشروعات التي سيقوم بتنفيذها في مصر. وزير السياحة: نسعى لجذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020. قال وزير السياحة هشام زعزوع إن استراتيجية الوزارة الجديدة تستهدف جذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020، مشيدا بالمشاركة المصرية المتميزة في فعاليات هذا العام لبورصة لندن، والتي تعد من أهم الفعاليات السياحية في العالم، وحصول الجناح المصري على أفضل جناح في بورصة هذا العام. 10,000 جنيه لكل حالة وفاة من ضحايا الأمطار بالبحيرة. قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 10,000 جنيه مساعدات إنسانية عاجلة لكل حالة وفاة ضحايا الأمطار الغزيرة والطقس السيء الذي شهدته محافظة البحيرة. الداخلية تعمل على خفض الأسعار 10% ونشر منافذ بيع لمواجهة الغلاء. قامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بعقد اجتماعات مع رؤساء الغرف التجارية ومديريات التموين والطب البيطري وكبار التجار لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، تنفيذا لسياسة الدولة في التأكيد على وصول السلع للمواطنين وتطبيقا للقوانين والقرارات الخاصة بمواجهة ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار. الصحة: 10 وفيات و16 مصابا بسبب الأمطار في البحيرة. أعلنت وزارة الصحة والسكان في تقرير مبدئي وفاة 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين جراء موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت قرية عفون على الطريق الدولي التابعة لمركز وادي النطرون. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم الدفع 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين، بالإضافة لفرق انتشار سريعة من الأطباء والتمريض متواجدة بالقرية منذ الصباح الباكر. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.